أنا أعتقد، وهذا يعني رؤية تحليلية وليست ولست يعني متحدثا نعم. عن أي جهة حكومية، لا كمحلل أنا اللقاء كمحلل أنا يعني أعتقد بأن المملكة العربية، اسمح لي بس، المملكة العربية السعودية ستعترف بالحوثيين كطرف من الأطراف وليس طرفا أوحد يحكم اليمن. هذا في نظري أنه يعني يتعارض مع الرؤية السعودية ويتعارض مع التعاطي السياسي، وإلا لما كانت هذه يعني لما كانت هذه يعني هذه العمليات العسكرية، ولما تم يعني تكوين التحالف العربي من أجل محاربة أيضا التمدد الحوثي في الكثير من الأراضي اليمنية في البداية عندما وصل إلى عدن. أعتقد أن دور الاتحاد هو حاول أن يقلص الأراضي تحت أيضا التي كان يسيطر عليها الحوثيون، وبقيوا في المساحة الحالية التي تقريبا تعادل الثلث أو أكثر بقليلا من الأراضي اليمنية. لكن إن أراد الحوثيون أن ينخرطوا في العملية السياسية، أنا في نظري أن المملكة العربية السعودية ستعترف بهم كطرف من الأطراف لكن ليس كطرف أوحد، والمخرج هو خارطة الطريق التي قدمتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي العودة إلى المرجعيات السابقة، العودة إلى نتائج المؤتمر الذي تم، العودة إلى أهمية أن تكون هناك فترة انتقالية يتشارك فيها جميع أبناء اليمن، ثم انتخاب برلمان، وهذا البرلمان هو الذي ينتخب حكومة له يستطيع أن يقود اليمن خلال المرحلة المقبلة. هذه خارطة الطريق التي توافقت عليها ليس فقط دول مجلس التعاون والأمانة العامة والأطراف في اليمن، بل توافق عليها المجتمع الدولي، وهنا لا يمكن الخروج عن المسار، لأنه سيضمن حقوق جميع اليمنيين في التشارك لإدارة اليمن وليس طرف أوحد على حساب الأطراف الأخرى.